السلام عليكم، منير الحسيني، رئيس الجمعية المهنية لعموم الحفلات فرع مدينة تيفلت. الصراحة هاد المقابلة هذه وهاد الدوري هذا ديال مولاي الحسن اللي إن شاء الله غيكون كل سنة، وكان الشرف لمدينة تيفلت أنها تحتضن الافتتاح ديال هاد الدوري، والحمد لله انتصرنا للإخوان ديالنا في مكناس، وإن شاء الله المباراة الجاية إن شاء الله في لالي نتوفق عليهم كذلك إن شاء الله، وهذا الفوز هذا تنهدي الرياضيين ديال مدينة تيفلت ومدينة تيفلت بالخصوص اللي صراحة ازدهرت وعجبت الإخوان، وشكرا لكم بزاف.